مع قناة القيم والأخلاق مع أدهم أيمن. النهاردة قلت أساعد ماما، فأنا هناديها دلوقتي. ماما ايه يا ادهم؟ هو انت كنت عامله ايه النهارده؟ انا عامل لكم مكرونه وعامل لكم فراخ، مكرونه وفراخ بس كده، وعامل لكم بطاطس اسماعيليه. طب بص، انا جمعت، انا جبت كل الاكل ده جاهز. جبت فلوس منين؟ من هي جبت بابا وماما. ربنا يخليك، طلعت من حصارتك يعني؟ طلعت فلوس، انت كده صرفت فلوس كتيره بقى. معلش يا حبيبي، انت عشان شايفني تعبانه حبيبي. اصيل، فانا جمعت ايه، وكمان معاها شوربه كمان. كمان شوربه؟ اه ليه ده؟ ده انت دفعت فلوس ياما بقى. ايوه انت صارف ومكلف. بس عايزه اشوف ده. اكيد طبعا. طب ارجعي ورا شويه اهو. رجعي ورا. رجعت خالص، لزقت نفسي في الحيطه. ماشي. ايه ده؟ ايه ايه ده؟ ايه ايه ده؟ مكرونة، دي مكرونة بالفراخ اهي. جمعتهم لك كلهم في أكلة واحدة، ودي بطاطس. وأنا كنت قلت لك يعني أنت اعمل لي يعني إيه؟ إحنا بناكل الأكل ده؟ ما جربي يا ماما، جربي مرة واحدة يعني. جرب واحدة مرة واحدة إيه؟ ده أكل، ده حبيبي مش صحي يا حبيبي، الأكل ده ده مش صحي. بعدين دي ده مك... ده انا جايب لك الجامبو ده اللي هو اكتر اغلى واحد ده كمان. اه ابو خمس، ابو استني يا ريت خلاص تعملوا بقى لايك وسبسكرايب عشان اكون مبسوط بيكم. سلام.